الانشقاق اللي حاصل له أسباب كثيرة، بدأ زي ما قلت من سنة 52، وكانت الأنظمة كلها بلا استثناء بتلعب على هذه الانشقاقات بشكل منظم. يعني احنا قلنا التقسيمة اللي موجودة في الأجهزة الأمنية دي مش اعتباطا، يعني هو لأنه بيحاول يتحكم في الأحداث ويصنع الأحداث. يعني لما يبقى في مشكلة سياسية فتطلع قضية دعارة بطلها مجموعة فنانات تغطي على الحدث، لما يبقى في أزمة اقتصادية فيغطي عليها بمشكلة بين مسلمين ومسيحيين. هذه التقسيمة الأمة إذا وقفت صفا واحدا أو إذا ألغيت الفروق أو حتى اتقللت الفروق بين مكونات الأمة الواحدة، خصوصا أمة عظيمة ومتماسكة زي مصر، من الطبيعي أنه يصعب الاستبداد بها. طبعا أنتوا دلوقتي بتقولوا أمة واحدة لا، إحنا في الحقيقة يعني تعالوا نحسب 90 أو 95% من الشعب المصري ده مسلمين سنة، أي كان يعني اللي عايز يحسبها 95 واللي عايز يحسبها 90، يعني هو الرقمين ما بين ده وده، يعني أنا ما وما برجحش بين مش فرقة. يعني الخمسة أو العشرة في المية اللي فاضلين 90% منهم مسيحيين أرثوذكس. بينما الهند فيها كلهم طبعا كل دول بيتكلموا لغة واحدة، وكل دول المكون القيمي واحد، يعني كلهم بيغيروا على ستاتهم، كلهم يعرفوا العيبة، العيب عندهم واحد عند المسلم والمسيحي. ها ممكن يكون في فروقات جغرافية، تلاقي البدوي متشدد في أمور أكثر من أمور، تلاقي الصعيدي متشدد في أمور أكثر من أمور، تلاقي السواحلية متساهلين في أمور أكثر من أمور، لكن في النهاية المكون القيمي للأمة دي واحد، ما بين غني وفقير، وما بين مسلم ومسيحي، وما بين راجل وست، وما بين شمالي وجنوبي، أبيض وسود، المكون واحد. طيب لما تيجي مثلا لبلد زي الهند، مبدئيا تاريخها حدود دولة الهند كان بيوسع ويضيق زي ما انت عايز، بينما مصر حدودها بقالها 7000 سنة زي ما هي. كان دورها ممكن يوسع، يعني في الخلافة العثمانية مثلا، وده من ضمن حماقات اللي بيقولوها في الإعلام إنه مصر في الخلافة مجرد ولاية، اللي بيقول كلام ده راجل أهبل، من يقول ذلك أحمق ولا يعرف ما معنى الخلافة ولا معنى مصر. اللي فاكر إنه مصر لما بتبقى جوه كيان كبير بتبقى أصغر، اللي فاكر كده عبيط وعمره ما قرأ تاريخ. مصر في الخلافة العثمانية كانت بتحكم اليمن والجزيرة العربية والشام والسودان وليبيا وممكن أحيانا تونس. ثم طب ما هو دي القومية العربية، يعني هو عبد الناصر لما شال كلمة مصر وبقت الجمهورية المتحدة، مصر صغرت ولا كبرت؟ مصر صغرت ولا كبرت؟ كبرت كبرت. مصر لما بتخش مع لما تبقى في كيان اكبر الطبيعي ان مصر بتكبر. اللي خاف من الدخول في كيان كبير هو الصغير مش الكبير، الكبير بطبيعته بيقود. لذلك اللي بيخافوا من الموضوع دوت تلاقيهم دايما صغيرين، طموحاتهم صغيرة ومش عارفين مكانة مصر، وعايزين يحولوها شقة مفروشة تتأجر لأمريكا والإسرائيل، قانون جديد أو قديم مش فارقة.